يوم من الأيام ردت أروح الحمام السوق. رحت يوم الجمعة وكان الحمام كلش ازدحام وبي ناس مختلفة الشكل والتوجه والطائفة. ردت مدلكتي بس كلهم كانوا مشغولين. حمام السوق المي حار والمكان كلش كبير. بهذا المكان انت متجرد من ملابسك وانتمائك. كل يوم تجي ناس الحمام السوق من غير منطقة ومن مكان بعيد، تغسل وتتأنق وتطلع مثل الورد. هذا اليوم عرسه، وذاك القاعد على البخار في ترشي، واللي جوا الدوش يشتغل عماله، واللي قاعد يجلف قوي متواعد ويا صاحبته، والشباب اللي عدتها رياضيين هسه اجوا من الساحة. بالحمام تقدر تاخذ راحتك وتقدر تتأمل وتقدر تسترخي، وإذا أخذتك الصحنة وسرحت بخيالك راح يجيك واحد يقول لك هذا استكان الحامض، راح يغير مزاجك. هنا بالحمام تشوف وتسمع قصص مختلفة، هواي قصص مرت بحمام السوق وهواي قصص إلا تجي وتسمع. اليوم قررت أروح بعد فترة طويلة من الانقطاع. شوارع ازدحام والعالم تتناقل اخبار انه اكو تغيير قادم. الناس قامت تتبرع والامهات نقلن غراض المطبخ للساحة، واللي ما عنده كروي يجي للساحة ركبوا اي سيارة بلاش. شباب شفت نايمة بالشوارع، بلاش قامت توصل الناس للساحة، الطلاب بدت تتجمع وتهتف بصوت عالي، المحلات بدت توزع على المحتاجين، واللي يراد يطبع صورة اجت هواي صور نزل بيهن للساحة. الدكتور دخل حالة طوارئ، الإعلام بدأ يتناقل الأخبار، صفحات التواصل الاجتماعي توحدت بهاشتاغ واحد، نريد تغيير. الجيش انتشر بكل مكان، الدكتور دخل حالة طوارئ، الإعلام بدأ يتناقل الأخبار، الطلاب بدأت تتجمع وتهتف بصوت عالي، بدأ يتصاعد نص الساحة. القنابل بدأت تطاير فوق رؤوس الناس. اللي تصوب بجسمه واللي اختنق بغاز منتهى الصلاحية. الفوضى عمت بالمكان. هاي الأحداث اللي صارت رجعت للحمام حتى أغسل دخان ناركم اللي حرقت الناس. كل هذا اللي صار لأن ردنا نغير هدومنا الوسخة. بهذا الحمام تقدر تأخذ راحتك وتقدر تسترخي وتقدر تتأمل. وإذا أخذتك الصفنة وسرحت بخيالك راح يجيك واحد يقول لك هذا استكان حامض،